حسيب التوب هذا على مبنى الكعبة 360 يوم. شعور ما يتوصف، لأن احنا بنخدم بيت الله. شرف عظيم انك انت بتكسي بيت الله الحرام وقبلة المسلمين اللي هي الكعبة المشرفة، بنكسيها بأيدينا. 9 سنوات انا هنا في المجال هذا، وتدربت في نفس المصنع هذا. والدي كان يعمل في المصنع الله يرحمه ويغفر له، وانا عملت من بعده، فهو يعني شرف كبير اننا نعمل في هذا العمل الشريف، ونسأل الله الإخلاص في العمل. الإتقان هو الجودة، هي العمل الذي انت تخرجه وهو يكون يرضي الغير قبلك، فالله عز وجل يحب إتقان المرء في عمله، يحب العمل المتقن. بالنسبة للعمل يحتاج العمل من 8 إلى 10 شهور لإنتاج جميع جسم الحزام، الأحزمة كلها توقف على يدي الصناع. فنجلس على المنسج أو اللوحة 3 عاملين أو 4 عاملين بالشهور، نجلس فيها 3 شهور، شهرين، 4 شهور أقل أكثر. يعني دروس كثير طبعاً تعلمناها من المجمع، لكن أولها طبعاً الصبر، صميم عملنا. عملنا يعتبر قاسي جداً كمان، لأنه عبارة عن صناعة فترة محدودة في وقت محدود، ولا بد تكون بدرجة عالية من المواصفات والدقة والجودة. نفرز الحروف، نحشيها قطن، تجينا من المرحلة الأولى بعد النسيج الآلي الحرير، يجينا مطبوع عليها حيات مفرغة. نبدأ نحشي القطن، المرحلة الثانية يتم عملية القبقبة، المرحلة الثالثة اللي هي تلبيس الحرف بسلك الذهب أو بسلك الفضة. كله بيقوم في تغيير التوب، انه الشغل ان شاء الله يكون مظبوط. بنبذل مجهودنا كله عشان الشيء ده، بنشتغل احسن شغل، بنتعلم ونمارس احسن شيء. انه كل ما نكمل توب في ركعتين لله حمد وشكر انه الله بلغنا. إنجاز العمل هذا يعتبر منحة من الله عز وجل أنه منحت لنا، فهي مسؤوليتها أمام الله قبل كل شيء، ثم القيادة، ثم المسلمين عامة. طول السنة طبعاً الإنجاز بيكون في المجمع، وفي هذا اليوم يعني يتم تغيير ثوب لتغيير الكسوة للكعبة، فيعني فرحة لا توصف. أنا سنويا فوق الكعبة والحمد لله. من الناس اللي نقوم نلبس ونشيل القديم وننزله في التلبيس وننزل الثوب، وبعد التوزيع نخيط الجوانب الأربعة ونلصق القناديل، تتم عملية تخيط القناديل اللي فوق الحجر الأسود والعرق الطويل وتحت المرزة. بعد كده يتم عملية تشيل الثوب ذاك القديم، ننزل على المستودعات عندنا. وأنا صغير لسه قبل ما أدخل المدرسة كانوا العوائل في مكة يرسلونا نحفظ القرآن في الحرم. أرى اللي ينظفوا المسجد الحرام، في من أصدقاء أبوي الله يرحمهم كانوا يعملوا في من المجموعة اللي كانت تنظف. أخبر منهم الشيخ الله يرحمه محمد الهندي، كنت شفته مع المجموعة دي، كنت قلت يا رب أكون زيهم كده، كانت أمنية وربنا حققها. الكل يتمنى الشرف ذا، والكل يتمنى غرزة في نفس حياكة كسوة الكعبة هذه.
إنه هذا شيء لبيت الله، أنا مو لبيت أحد، بيت الله هذا شيء. فما نقنن البيت الله، نقنن لمين؟